وعندها 42 سنه، فين دخلوا عندي قلت لها، قلت له سيدي كيفاش قضيتي تصبر مع هذه السيده؟ وقفات تبكي وهوتات، انا بغيت نشوف فين واصله التاثيرات الداخليه النفسيه التواصليه الوجدانيه بين الزوجين. انا وقفات قالت له شحال ما كتوقني بعد مني، خذ اللي بغيتي. وهي شربات الماء منه وحملت عندها وليد 11 عام، وقف هو بدا كيبكي وعنقها وباس لها راسها، قال لها انت من اطيب خلق الله، اللهم والله واخا بقى الحياه كلها هكذا، والله ما بقوا الا يا بالعلاقه سلام هكذا. وشوف واقول لك والله على ما اقول شهيد، تبعناهم بما اللي علينا، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، والتيسير من عنده سبحانه وتعالى، نحن الا سبب دكتور عكا. التوفيق من عند الله، كذلك نحن مش ناقصه سيدنا موسى. على كل حال عندي حاله 30 سنه تشنج، لا 55 سنه دكتور، 56 سنه جات كتبكي، انا ابكتني تاثرت كثيرا، جات تبكي قالت لي سيدي زوج ثلاثه المرات، ولولا الجمال ديالي هي جميله الله يخليها لراجلها الثالث ما بغاتش زوج، لانه كيكرهو الا طلقوا كيكرهو الزواج كيكرهو. والسيده تزوجات وغير تزوج وعندها مشاعر وعندها دبدبه ايطاليه وعندها مشاعر نفسانيه وجنسيه، وكتلقاها في واحد القوقعه في واحد البير مظلم، شتدخل هاد السيده؟ قالت لي قالت لي دكتور انا ما حسيتش، ما قدرتش تشرب الماء عند شي واحد على حسب كل مراه على حسب ما ديالها، ما حملتش وجاتها سن طمانينه. قلت لي واش يمكن لي على الاقل بدات تبكي؟ قالت لي ما يمكنليش تحس ان بيبي بيتي وهذه مشيئه الله، ولكن واش يمكن لي على الاقل نحس بحال اي امراه كتحس بالحياه ديالها؟ يعني 30 سنه تشنج، ما معنى هذا؟ وزيدك حاجه وكيتعذب الزوج معها كذلك، ما نساوش الرجل هو مشاعر وجدان اللي بقى معها وتاقلم معها، خدوا يتفاخوا عندك الحق، وكيقدر يبقى معها سنوات وراضي بما قسم الله عليه. كانت السيده كتلقى راسها فياش؟ كتلقى راسها بانها اي عياده مشات اكثريه 98% باكا من البهلان، خفي راسك لاله دير العمليه. عندي حاله ثلاث مرات مدينه فاس، خمسه مرات كيفاش خمسه مرات؟ انا كنعرفوا كاين ايمان وحده كيفتحوا البيكاره وكيحطوا الحديده وكيزيدوا السوا. كيفاش؟ يعني هذيك البيكاره كنحلوها كنفتحوها ولكن كنقدروا نزيدوا نفتحوها ونحطوا هذاك السبيكيلوم ونوسعوا مزيان باش تكون هي مستعده. مع العلم مع العلم دكتور هي ماشي مشكل البيكاره، مشكل لا شعوري لا شعوري كيأثر واحد التقلص واحد التشنج ديال 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 العيشه معها. هي باش نزيد نوضح للناس باسكو مو سوجي في كيلكو ليكتور وتنسى ان شاء الله نتوقف عليها، هي باش الناس يعرفوا المدى ديال الخطوره ديال الباك. الامريكان تيستعملوا ولي فرونسي كيستعملوا بزاف لو تامبون، لو تامبون ماشي بحالها ماشي بحال الفامس، حنا عندنا حنا العيال تيديروا الفامس القدوال، مي كان تيستعملوا التامبون اللي في لافورم دو بينيس دو مال، ياك الاستاذ الكريم؟ نعم تماما تماما. دابا بعدا من هادي بغيت نسولك اسكو لو تامبون بلو بو ديبوسلي اون في، واش كيمكن له يتقب مره التامبون؟ يمكن له وي توتال. الوغ دابا هما يقولوا لك في لي ليكتور امريكان وفرونسيز يقول لك نورمالمون البنت حيت هما عندهم هادشي عادي في 20 عام و19 عام ملي كيجيو عليها غير يمكن لا تعرف راسها واش واش عندها لو فاجينيزم باسكو ناريف با ابوزي ان تامبون، باش الناس يفهموا لو فاجينيزم. ايوا هذاك ما هذاك مستوى كبير دابا بلاتي اكثر من هذا خصهم يعرفوا الناس. حنا باغيين نهضروا بواحد التفتح كبير لا حياء في الدين، حتى الناس العاجم باش يعرفوا عندهم لو فاجينيزم حتى ملي كدير العاده السريه ديالها البنت سو ماستور راهي لا لو فاجينيزم سو غبا وهي مع راسها ما معهاش تراجل. دونك هادشي خص الناس يفهموه. هو هو الماستورباسيون اسمح لي الى نعتذر، الماستورباسيون ما يمكنلهاش تعرف عندها تشنج ابدا، خصوصا اذا كان الماستورباسيون سطحيه ولا ما كتخش البكاره ديالها نهائيا. بصفه عامه اكثر الناس كيديروا لا ماستورباسيون كيديروها او نيفو ديال الكليتوريس بدر، ودونك كتكون سطحيه ما كتكونش داخليه، ولكن لا حولات عندك الحق داخليا هي ما خصهاش دير الاسبوع ديالها كيجيها تخوف تارجح. هنا عندك الحق دكتور، انا شوف انا عندك الحق يوسف طبيب اسمع لي الحبيب، انا غادي انا شويه راني حليت الباب باش هذا المسمار نطرقوه، لان الله سبحانه وتعالى يحب العلم كل شيء العلم. حنا هذا لا يعني اننا تنشجع على هذا ولا كنديرو نهائيا، انا باش نقرب الناس من الصوره ان راه تيلمون سي بلو فور كان سيت فام مسكينه، حيت بغيت تقول لي طبيب تيقول لنا على الشيطان حشومه سيك تخربق، لا il faut la comprendre هاد البنت هادي ملي تجي عندك il faut la comprendre، راه مسكينه ماشي لخاطرها، رانا قلت لك الا بغات ديك الطومبون ان اغيف با لو فير كلا ديك الطومبون بسهوله ولكن عندها تشنج.
اكزاكتلي اما كيكون تشنج كلي فوبيا شمولية فما تقدر دير لا يدها ولا طومبون ولا علاقة ولا حاجة واما تقدر هي دير طومبون ديالها وتقيس هي نفسها لداخل ولكن تتسمى باجينيزم سيليكتيف سور لو كوتي ماسكولا يعني تشنج مقنن مدقق الا على رجل ولكن ليس شمولي على كل الاشياء فاحنا هناك ميستارا تقول رغم الطومبون عندك الحق احسنت قولا ولكن ليس نسبه يعني مئويه انما نسبه كنقولوا سي غولاتيف تقدر دير طومبون غدير الاسبوع ديالها وسا سباس تري بيان ولكن فين تبغي تزوج او تبغي دير علاقه ما تقدرش تدخل بها وعندها تشنج كيتسمى تشنج سيليكتيف تفضل تري بيان دابا خصنا باش في العقل ديال المغاربه ودي المسلمين اون دو اليميني حيت هاد الكلمه ديال الثقاف كيسك البروفوك ثقاف كنسلك هاد الكلمه ديال الثقاف السي يوسف كيسك البروفوك البروفوك اون زون بزاف الناس سي اون زون دو كونفور باش ما يمشيوش يقلبوا على الحل عند الطبيب ويمشيو يقلبوا على العلم ويمشيو يقلبوا على ان سويدي ميديكال كيقول لك وانا تقفتني عمتي تقفتني خالتي تقفني واحد الراجل كنت مجوج به وكتبقى كتمشي عند الدقيت تعطيها قطله العصا وداك بها البغا وديك المشاكل كتبنا فعلا حنا اول حاجه فوندامونتال امبورطونت مهمه نتفقوا عليها ان هذا راه مرض هذا المرض راه عالمي يونيفرسال ياك الطبيب راه كاين في امريكا كاين في اسرائيل كاين في الهند كاين في فرنسا بحث اخر اسمح لي على واحد نسبه كبيره دات في المتحده لقاو 17% دو فاجينيزم دون دي زيتا يعني بعض لي زيتا لقاو 17 يعني على 100 مرة 17 تشنج امريكا الى سمحتي دكتور العزيز بغيت كيفهم واحد المساله ونفهموها انا وياك هاد السيده وهاد السيد هذا المجتمع طيب كتلقى بان المجتمع ما فاهمش هادشي اللي كيبقى عندنا ورساله ديالنا لاسوسياسيون لي غدار وبغينا نديرو واحد الميثاق واحد لو بابي للمينيستير دو لا سونتي اللي كنشكرهم على المجهودات ديالهم جباره على كلشي وصلنا للبلاد ديالنا احسن الظروف ان على الاقل دكتور على الاقل يتدرس التشنج المهبلي في كليه الطب ويتدرس يعني في السيكتور ديال الجينيكو اوبستريك وفي النفساني على الاقل الطبيب والطبيبه عنده تكوين غادي في المعده اولا كاين منتشر كيدمر كيهرس وما خصنيش نقيسها يفوس حنا لي شي تكونوا عاوتاني عمل الرساله الثانيه ديالنا من بعد ان الثقاف راه ماشي ما عنده حتى شي علاقه بالشعواده وهذا الشيء وهو سيتي مالادي كنقولوا الله يجازيكم بخير الاطباء ميدسان جينيراليست جينيكولوج دابا راه لا شيروجي اللي باني راه ما بقاتش يعني انت كطبيب ولا انت كاب ملي تمشي عند كاع الطبيب يقول لك راه خصني نرجع نقول له اسمح لي راني سمعت بان راه ما بقاتش كدير لا شيروجي وغا لا ثيرابي اي اوترومون دابا انا السي يوسف باش ما نهربوش الموضوع خصنا دابا حنا فهمنا دابا مزيان الفاجينيزم دابا ما بغاش نفهم حنا فهمنا دابا بغيت نقول الناس قبل من الايتيولوجي بعدا كيسون لي تيب حيت قبيله راك بديتي تهضر على لي تيب دو فاجينيزم وهربتي شنو ما انواع التشنج اللي كاينين واخا ماشي دوك التشنج بريمير الاولي لا شعوري السيده في الصراك ديالها كتكون طالعه كتبع مقاسها ابنتي عندك رجال ولاد الحرام صلاقت عندك الشرف ديالك ابنتي شتي جارتنا اللي حدانا مالها ماما دخل بها رجلها شنو ماما شنو وقع شقات وخيطوها او تيوقع هادشي هذاك ابنتي راه كيوقع هادشي فهي تتاقلم على افكار خاطئه سيئه سلبيه والشعور ديالها يدبدب لا شعور ديالها وتتاقلم وتولي واحد التصرف لا شعور عجاني كتولي كتزير لتحت كوم دي بونس انها تدافع عن نفسها ولكن لا شعوريا نعطيك مثال الى سؤال سمحتي خدينا قطيطه صغيره دينا اي واحد كيدخل كيعطيها العصا من بعد خديتها بغيت تسلم عليها واش تخليك تخاف منك لاننا غيرنا لا شعور ديالها بتخوف بها لا يعني بتوتر فكذلك او الاب تيكون واعر صارم كيدابز مع المراه كيضرب حدا البنت وهي كتكرهه كتزير او خصوصا يعني البول الليلي يعني السلس البولي الليلي لينيوريزي نوكتورن الوغ الله يعطيكم السر الاباء والامهات فين وليداتكم كيبغيو يديروا بيبي في الليل بوسوهم وعنقوهم وقولوا لهم هذاك الدهب الصفر
وعاونوهم راهم لا شعور مأثرين. إذا درتوهم وغبطوا عليهم كيبغين عسفين كيزير العجان ديالو الوليد ولا ديال البنت نديروا على رجال من بعد كتفخم زيرة شي وقع أي حاجة بها تخوف فهي تمدد ذلك يعني هذاك الانصياع الداخلي أو هذاك التشنج الداخلي أو التقلص الداخلي وكيولي لا شعور كيعطي أمن واحد يعطيك بنية غتقول هاك وجي ولا غتحضي راسك تحضي راسك شوفي العجان العجان كيبدا يتزير يتزير وكيولي خايف النهار اللي كتبغي تزوج ما عندها مشكل ما عندها حتى شي حاجة ما عرفاش بأن التصرف أنا أقول التشنج ليس مرض التشنج المهبلي ما هو إلا سلوك سلوك خاطئ ناتج على تربية خاطئة أو يعني واحد الأفكار خاطئة أو كذلك كاين هذا المشكل ديال البولابلين أو كاين خطأ كيوقع في المدارس نقول لهم راه ممنوع من عند كلية دابا في راس أوروبا اللي تجا بيبي اسمح لي هذه الكلمة نقول لأخرى يقول لها حبسي لا إذا جا بيبي وبقات مزيرة وخايبة أون بو ديفلوبي أن فاجينيزم رياكسيونيل وكاين السبب الأخير هو إما اغتصاب أو محاولة اغتصاب فهذا الشيء شوف هناك أسباب متعددة حنا الهدف ديالنا كنعرفوا التشنج كاين التطبيب ديالو كاين التداوي ديالو هذا السبب الاولي الى عندك شي تدخل تفضل يا دكتور انا بغيت غير باش نرتاحك شي شويه ونهضر دابا حنا بزاف د الاباء والامهات تيسمعونا وحنا في واحد الامه ومجتمع اسلامي ولكن وقع لنا واحد الخلط في التربيه ديال بنيتنا انا بغيت نقول للناس اللي مازال كيهضروا على الاختلاط في 2023 وتيهضروا مع بنيتهم بهذه الطريقه راك صعيب توجد واحد البنت اللي غدا تحب راجلها صعيب توجد واحد البنت اللي غدا تكون عندها مع راجلها الموده والرحمه تي اون تران دو فورمي واحد لا في لي راجلها تيبان لها بحال العدو سيتادير الحضاره المساويه في عهد فرعون سيدنا موسى ملي مشى لعند المدين لقى نسيبو مصيفط جوج البنيتات فلما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان العيالات عويتقات تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني هذاك الرجل الصالح اللي هو رجل سيدنا موسى صافت جوج العويتقات بوحدهم في وسط الرعاء وشكون هما الرعاء هما لي بيرجي اللي ثلاث شهور اربع شهور ما شافوش العيالات يعني دير لكم دي صوباج نو كيفاش ما عندوش اللي يتسخر لهم يمكنش عندو اللي تسخر له صفتهم حيت عارف راسو شنو مربي دايوغ من بعد شوف هذيك مرات سيدنا موسى كيفاش دبرت على راسها جات عنده قالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا جاءت احداهما تمشي على استحياء من وصلت قالت له يا ابتي استاجره ان خير من استاجرك القوت شنو معناتها كتكون هذا الراجل هذه 5000 عام كانت لا سيفيليزاسيون كانت الحضاره كان الانفتاح قالت لبا راه عجبني قالت له راه عجبني هذا الراجل سيدي ومولاي وتنقول لبنيتات الناس كاملين راه ما كاينش التربيه بالمنع التربيه بالمنع بالعكس عاد تبادلوا عاد حلال تواصلوا بالحوار تواصلوا الحوار التربيه خاصها بالانفتاح وتفسر لها وتعطيها لا ريسبونسابيلتي وانت كيبقى عندك لو بوفوار بارونتال حتى نقول له الحوار حيت ما كاينش الخلي كليلي انا اللي بغيت نقول وان شاء الله شي نهار دابا ندير لهم عليها محاضره لان خصني نبارطاجي هادشي مع الناس انا باش نسرحك باش نرتحك غنشوف غير التربيه بالخلعه وبالخوف وبالوماتيزم تي اون تران دو فورمي اون فام افيك دي تروماتيزم الراجل بالنسبه ليه بعو اي سا سي ان بروبليم